الحمد لله حق حمده، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هو الملك، مالك الملك، مالك الملوك، بيده ملكوت السماوات والأرض. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن ظرف عصيب سيمر بالأمة الإسلامية وسيمر عليه أهل الحجاز على وجه الخصوص، في شأن اقتتال يقع على كنز الكعبة، وتدور فلك هذه المعارك الكبيرة في تلك الديار وما يجاورها، وهذه علامة ظهور المهدي، ولن يظهر المهدي حتى يقتتل أبناء الخلفاء على كنز الكعبة. روى البزار في مسنده والروياني بسند صحيح، وهذا الحديث في سنن أبي داود عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم هذا، في رواية عند كنز الكعبة، ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، أي الملك والكنز. فتطلع الرايات السود من قبل المشرق، في رواية من ناحية المشرق، في رواية من خراسان، في رواية من ناحية خراسان، فيقتلونكم قتلا لم تسمعوا به، في رواية لم تروا مثله. قال راوي الحديث: فقال كلمة لا أحفظها، ثم قال: ثم يظهر المهدي فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، في رواية فبايعوه فإذا رأيتموهم فبايعوهم فإن فيهم عبد الله المهدي، في رواية فإن فيهم خليفة الله المهدي، وزيادة خليفة يعني شاذة منكرة، والصحيح منها فإن فيها عبد الله المهدي. هذا الحديث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله، وهذه من مسائل الغيب، وسوف تقع على الوجه الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أنكتب عنك كل ما تقول يا رسول الله في الغضب والرضا؟ قال: أكتب والذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا الحق، وفي رواية: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. يقتتل عند كنز الكعبة. الكنز هنا وقع الخلاف عند العلماء في تعريفه، قيل الكنز المقصود هنا هو الخلافة، قيل الملك، قيل الحكم، قيل المال، وقيل كنز حقيقي في الكعبة، وقيل المقصود بذلك كنز الفرات أي كنز العراق. يقتتل عند كنزكم هذا ثلاث، أي ثلاث قادة وثلاث زعماء، كلهم ابن خليفة أي أبناء خلائف يطلبون الملك، وكل واحد يريد أن يستأثر بالكنز والخلافة وبالملك والسلطة والحكم، ثم لا يصير إلى واحد منهم. معنى معارك طاحنة بين الجيوش الثلاث والرايات الثلاث والانتماءات الثلاث أو التشكيلات الثلاث أو الإقطاب الثلاث، لا تصل إلى أحد من هؤلاء. إذن من علامة ظهور المهدي قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الاقتتال: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، في رواية من ناحية المشرق من قبل خراسان، خراسان القديمة والجديدة، هذا له تفصيل وله مقامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقتلونكم قتلا لم يقتله أحد، لم تسمعوا به، في رواية لم تروا به، لم تروا مثله.
ثم قال كلمة فنسيتها، ثم قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. هذه الزيادة خليفة منكرة، فإنه عبد الله المهدي، الرواية الصحيحة. إذن المهدي يطلع أو يظهر بعد اقتتال أبناء الخلفاء على ملك الكعبة، ولن يظهر قبل ذلك الاقتتال. ومن علامات ظهور الإمام المهدي هو ظهور الرايات السود من قبل خراسان أو من ناحية المشرق. يقول العلامة ابن كثير: فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق، لا من سرداب سامورا، أي كما تزعم الشيعة. وقال أيضا: يؤيد، أي المهدي يؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، أي أركان دولته، أركان حكمه، أركان جيشه، وتكون راياتهم سودا، وهو زي الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب. وقال ابن كثير في شرح هذا الحديث: هذه الرايات السود ليست التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية، يعني نصرة لدولة بني العباس، بل رايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي، تأتي صحبة المهدي. إذن من علامات ظهور المهدي، من علامات ظهور اقتتال أبناء الخلفاء، ثم ظهور بعد ذلك الرايات السود، ثم بعد ذلك يقدم هو من خراسان ومن ناحية المشرق برايات سود. فهذه هي القواعد المعروفة عند أهل السنة والجماعة في تعريف الملامح والمميزات والخصائص للإمام المهدي قبل ظهوره، وما هي تقريبا الأحاديث التي تدل على المناخ العام قبل ظهوره. نسأل الله تبارك وتعالى النصر للإسلام والمسلمين.